للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن أستاذ عمرو جوهر الكاتب الصحفي. أستاذ عمرو أهلا بك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة. في البداية من الواضح أن دونالد ترامب بالفعل استأنف عمله بشكل طبيعي، كيف ينظر إلى ذلك في الأوساط تحديدا، وأنه البيت الأبيض به الكثير والكثير من الحالات المقربة لترامب التي بالفعل تأكدت من إصابتها والآخر في عزلة لحين التأكد من ذلك؟ طبعا ده موضوع مهم جدا وهو حديث الساعه في الولايات المتحده الامريكيه، لانه الرئيس خرج من المستشفى من 4 ايام تقريبا وما زال لديه بعض الاعراق، قد تكون خفيفه قد تكون انتهت، لكنه ما زال حامل لفيروس كورونا. الاجتماع الموجود غدا او الجلسه الموجوده غدا في البيت الابيض لا اعتقد انها ستكون داخل البيت الابيض، هي ستكون خارج البيت الابيض. لا يوجد معلومات مؤكدة وواضحة حول يعني هل سيكون هناك إجراءات احترازية يعني أكثر من ذي قبل، ماذا يكون واضح؟ هذا السؤال ما زال مطروحا حتى في وسائل الإعلام الأمريكية، لأنه كما تعودنا مع الرئيس ترامب أنه يفاجئ الجميع بقرارات. يعني التقارير وحتى الإجراءات الأمريكية تشير إلى أنه إذا استمرت أو مع استمرار هذه الأعداد من قبل جائحة كورونا سيتم التصويت عبر البريد، وهذا ما ينتقد دونالد ترامب خوفا من التزوير أو التلاعب بالأصوات. كيف هو الوضع في هذا الإطار وما هو دائر بشأن التصويت عبر البريد؟ طبعا مسألة التصويت بشكل عام ما زالت معضلة كبيرة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني على سبيل المثال قبل يومين أعلنت ولاية بنسلفانيا أنها فشلت تماما في تأمين التصويت عبر البريد أو التصويت حتى الإلكتروني، وقالت أن هناك بعض الاحتياجات لتأمينات أكثر. وهذا يأخذنا لمسألة أن ولاية كاملة أعلنت فشلها عن تأمين التصويت، وقد يكون هناك فرصة يعني مش عايزين نقول للتلاعب لكن للتدخل من أطراف لاستغلال التصويت لأنه ليس محصنا كما ينبغي. مسألة التصويت بشكل عام سواء للبريد أو عن طريق الإنترنت يعني ما زالت تحمل أسئلة كثيرة جدا. الانتخابات بعد أقل من شهر ولم تقرر الدولة الأمريكية بشكل عام كيف سيكون التصويت. كان هناك يعني بعض الأفكار تقول أن التصويت سيكون اعتياديا عبر اللجان، لكن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه يعني وضعت علامات استفهام وخطوط حمراء تحت هذا الاقتراح. نعم. وبالتالي يعني الانتخابات أقل من شهر، ليس لدينا معلومات عن مواعيد محددة للمناظرات، ليس لدينا معلومات عن كيف سيتم التصويت، وهذه أغرب انتخابات نستطيع أن نقول في تاريخ أمريكا بشكل عام. جو بايدن المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الممثل يعني الديمقراطي كان رفض مقابلة دونالد ترامب في مناظرة جديدة، ومن ثم الجهة أو اللجنة المسؤولة عن المناظرات دعت إلى إجراء المناظرة المقبلة عبر الإنترنت، وهذا ما رفضه دونالد ترامب. هل هذا يشير إلى فرص بإلغاء هذه المناظرة ربما؟ الحقيقة طبعا سبب هذه المشكلة ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو سببها المرشح الديمقراطي جو بايدن، لأنه هو أعلن بنفسه أنه ليس لديه مانع من مناظرة وجها لوجه لو تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ولو سمح الأطباء بذلك. يعني في العادي نسبة التباعد الاجتماعي المفروض تكون حوالي 6 إنش، هم قالوا هيخلوها ضعف المسألة مع احتياطات كاملة. وافق على هذا الاقتراح الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لكن بعد موافقه ترامب عاد ورفض جو بايدن. وبالتالي عندما تم الاقتراح بمساله بس المناظره عبر الانترنت رفض بالتالي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حيث تمسك بما قاله جو بايدن من مناظره بشكل عام لتخوفات عن يعني الرئيس الامريكي، لانه عايز ياخد مشاعر كامله، مش عايز تكون المساله يعني عبر الانترنت وهكذا. ترامب أيضا يهاجم استطلاعات الرأي التي تميل لجو بايدن، وبعد إصابته بالكورونا يعني نسبة كانت ضئيلة جدا التي تغيرت لصالح دونالد ترامب، على الرغم من أن استطلاعات الرأي على سبيل المثال في 2016 كانت كلها لصالح هيلاري كلينتون
ورغم ذلك كان المقعد أو كرسي الرئاسة لدونالد ترامب. تقييم استطلاعات الرأي لانتخابات هذا العام، وأيضا هل إصابة دونالد ترامب بكورونا سببت تعاطف تجاهه في الأوساط المختلفة، أم ربما مخاوف أو بعض المخاوف من انتخابه مرة أخرى؟ طبعا خليني أقول لحضرتك حاجة، يعني أمريكا منقسمة على نفسها في الداخل الأمريكي. يعني لحضرتك بتشاهدي السي إن إن المتعاطفة مع الحزب الديمقراطي ومع جو بايدن، هتلاقيها بتقول على سبيل المثال إنه ترامب بيعرض الناخبين للخطر عندما يقوم بمؤتمرات حزبية وهكذا. هذا الأسبوع على الرغم من إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بفيروس كورونا، قام المرشح الديمقراطي جو بايدن بزيارة 3 ولايات، وهو الآن في ولاية كاليفورنيا بالتحديد في لاس فيغاس، بيقوم مؤتمر حزبي بحضور مؤتمر انتخابي بحضور أعداد كبيرة جدا من الناخبين. أنا أعتقد هنا أن جو بايدن يقيل بمكيالين، يتعرض الأمر للرئيس دونالد ترامب قد تكون هناك العداء واستخدام فيروس كورونا وهكذا. لسؤال حضرتك، يعني هناك يعني مرة أخرى لو بنشاهد الـ CNN تتجدين الآراء كلها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لو بتشاهدي فوكس نيوز وهي المؤيدة للحزب الجمهوري سوف تجدي أن كل التأييدات للرئيس دونالد ترامب وبالعكس ضد جو بايدن. بالنسبة لمسألة استطلاعات الرأي، خليني أقول لحضرتك أنه ما حدث في المناظرة الوحيدة بين نائبي الرئيس بين هاريس وبنس، الكفة رجحت لصالح الحزب الجمهوري لأن ظهرت نائبة الرئيس أو المرشحة مع جو بايدن عن منصب نائبة الرئيس بشكل أقل كثير من المتوقع، وهذا تم ترجمته في استطلاعات الرأي على مستوى نائب الرئيس. هناك 20 نقطة، وهذا رقم ضخم جدا، يعني ما أعتقدش أنه حتى وصل له قبل كده الرئيس دونالد ترامب مع هيلاري كلينتون. بالنسبة لمسألة استطلاعات الرأي بشكل عام في أمريكا، دعينا نؤكد أن العواصم الكبرى كالعاصمة الأمريكية واشنطن أو حتى نيويورك أو بوسطن هي بها الطبقة المثقفة والمثقفين وهكذا. بشكل عام يعني هذه الولايات تميل بشكل كبير. طب خليني اسال حضرتك استاذ عمرو عن الولايات المتارجحه او السوينج ستيتس، وهم الولايات اللي ملهاش واجهه او لا، عاده ما بيكونش معروف واجهتها او الاغلبيه بها الى من ستنتخب او تؤيد. في هذا الاطار هل بدات اي مؤشرات اوليه فيما يتعلق بهذه الولايات؟ الحقيقه طبعا يعني اكيد بالتاكيد لا مفيش، لانه لهذا هم سموها الولايات المتارجحه. لكن على سبيل المثال مثلا فلوريدا، وان كانت هي من الولايات المتارجحه هي نموذج، هي تميل اكثر في هذه المرحله الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب. ولايه فيرجينيا على سبيل المثال هي تاريخيا تصوت للحزب الديمقراطي، لكن في الانتخابات الاخيره كانت النسبه تكاد تكون منعدمه، وبالتالي هناك ولايات جديدة كولاية فيرجينيا وهي ملاصقة لولاية للعاصمة الأمريكية واشنطن، وهي انضمت أيضا للولايات المتأرجحة، لكن لا توجد معلومات مؤكدة حول توجه هذه الولايات. لكن ده ياخدنا لسؤال مهم جدا، أن هناك الريف الأمريكي والميدويست الأمريكي والجنوب الأمريكي، كل هذه الولايات التي دفعت بنجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأولى، وهي ما داعمة للرئيس ويتجاهلها الإعلام ويركز فقط على يعني البروباغندا الحزب الديمقراطي، ويتجاهلوا الأزمة الكبرى التي وقعوا فيها المرة الماضية، وأعتقد أنهم سيقعون في نفس الفخ مرة أخرى في هذه الانتخابات. شكرا لك أستاذ عمرو جوهر الكاتب الصحفي معنا عبر سكايب من واشنطن.